مرحبا سيدي الكالسي، كيفك؟ كيف المامي والبابي مات الله يرحمه. بعرف انه قصدي يعني انه ان شاء الله بعده بنفس التربه. سيدي الكادزي، موكلتي دخلت الى البنك بمسدس ما لكي، ولكن لم تقتل احد، لم تسرق، لم تعمل اي شيء. هي دخلت لكي تاخذ فلوسها، مالها، مالها حلالها. عندك اعتراض؟ ايه فكرت. حق المخلوقه، ايه مصرياتها بالبنك وما اعطوها مصرياتها، وهي تريد مصرياتها لكي تنقذ اختها، لان اختها مريضه. سيدي الكا، انت كيف تروحي من غير ما تقولي لنا؟ كيف تروحي من غير ما تقولي لي؟ كيف ما تروحي ولي لازم كلنا نروح معك لنكسر الباك عروسهم؟ ارجوك سيدي القادسي، ارجوك سيدي القادسي. الموضوع لانه زاد عن حد، زاد عن حده الموضوع لهون وبس. سيدي القادسي، انت ليش عندك محامي؟ روحي انت بريئه دنيا واخره، روحي انت بريئه. افتحوا لها الباب، افتحوا لها الباب، افتحوا لها الباب. لحظة ثواني، افتحوا لها الباب.